في اجتماع مع المديرين التنفيذيين في وول ستريت، دافع نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية عن حملتهم الصارمة على قطاعات متنوعة، مع طمأنتهم بأن القواعد الأكثر صرامة لا تهدف إلى خنق شركات التكنولوجيا أو القطاع الخاص. وقال إن الإجراءات الأخيرة كانت لتعزيز اللوائح الخاصة بالشركات التي لديها منصات موجهة للمستهلكين بهدف تحسين خصوصية البيانات والأمن القومي وبهدف تقليل الاضطرابات الاجتماعية. وفي الصين أيضاً يتزايد القلق بشأن تأثير تخلف مجموعة إيفرغراندي عن السداد على الأسواق المالية في البلاد، وخصوصاً مع اقتراب موعد سداد مدفوعات الفائدة على القروض المستحقة غداً في 20 سبتمبر، ما سيكون بمثابة اختبار أساسي للشركة إذا ما كانت ستستطيع تخطي أزمة السيولة والوفاء بالتزاماتها تجاه حملة السندات. كشفت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الهند أن شركة جوجل تستفيد من هيمنتها على نظام تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة من خلال ممارسة أنشطة تجارية مقيدة للمنافسة، وفقاً لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إنديا عن تقرير الهيئة. وإذا ثبتت إدانة جوجل فقد تواجه عقوبات أو يطلب منها الامتناع عن الممارسات التي ينظر إليها على أنها تشوه المنافسة. انتقدت شركة فيسبوك سلسلة مقالات لول ستريت جورنال ووصفتها بأنها تحتوي على ادعاءات خاطئة ومتعمدة. وكانت الصحيفة قد نشرت تفاصيل عن برنامج طورته فيسبوك يتيح لفئة محددة من المستخدمين عدم الخضوع لقواعد منصات التواصل الاجتماعي. طعن كل من نادي ريال مدريد، برشلونة وأتلتيك بلباو في إسبانيا على اتفاق شركة سي في سي كابيتال لشراء حصة في دوري كرة القدم الأكبر في البلاد. وكانت شركة الأسهم الخاصة البريطانية صرحت عن استثمار 2,100,000,000 يورو مقابل الحصول على حصة 11% في شركة جديدة ستدير عائدات البث لأكبر مسابقة كرة قدم في إسبانيا. وهبطت رحلة سبيس إكس المعروفة باسم إنسبيريشن 4 بطاقمها المدني المؤلف من 4 أفراد في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا مساء السبت، منهية أول رحلة إلى الفضاء بطاقم جميعه من المدنيين. كانت هذه مجموعة من أبرز أخبار الشركات لهذا اليوم. إليك نور. شكرا لك آلاء.